هنا الراجل لذيذ جدا 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 ومديني ال y equals 2 over 3 x. يبقى انا اقدر اجي مكان ال y دي بس ال y بس من غير الباور 2 اقدر احط يا محترمين 2 over 3 x. قلت له خلاص ماشي. سامي دي ريليشن نمبر 1 ودي ريليشن نمبر 2 وقول لي كده from 1 into we get that. حد اعمل substitution. هسيب x squared minus مكان ال y هحط 2 over 3 x all squared equals 5. حد اعمل distribution للباور فهيبقى عندي 4 over 9 x squared. الباور 2 نزل على 2 بقى 4 على 3 بقى 9. 3 power 2 ب 9 و x squared equals 5. انا لما يكون عندي زمان وانا صغير 2x plus 7x equals 27 كنا بنعمل ايه؟ بنجمع الكوفيشنت مع الكوفيشنت فيبقى 9x equal 27 عشان نعمل divided 9 و divided 9 فنقدر نجيب الاكس بكام؟ دي تروح مع دي يبقى الاكس equal 3. بنتعلم هنا ايه؟ لما يكون عندي ترم وترمي تاني والاتنين لايك وفي كوفيشنت انا ممكن اكولكت الكوفيشنتس مع بعضها. قال طب ما هنا في 1 وهنا دي x squared ودي x squared like terms. قلت له خلاص يبقى انا ممكن اكولكت ال 1 minus 4 over 9. هبدأ اجيب الكالكوليتور وجيت عملت كده مود 1 قلت يا مستر ياسر انا عندي هنا كده بقى ايه ها 1 ماينس الفراكشن بتاعي عبارة عن 4 اوفر 9 اهو نفس الكلام هو هو انت عملت ايه خدت النمبر ده ماينس مع النمبر ده زي ما خدت ال 2 بلس مع لو بلس بعمل بلس لو ماينس بعمل ماينس هنا اكس سكوير زي اكس سكوير هنا عندك اكس زي اكس فانت بتعمل كوفيشنت مع بعضها كوفيشنتس بتجمعهم طب ده ايكوال كام 5 اوفر 9 يبقى انا اقدر دلوقتي زي ما قلت 2 بلس 7 ايكوال 9 عادي جمعتهم هجمع برضه يا محترمين ال 1 الكوفيشنت مع نيجاتيف 4 اوفر 9 اديتني هنا 5 اوفر 9 زي ما انت شايف فتقول لي يبقى خلاص كده يا مستر ياسر انا اقدر اقول له ان انا عندي 5 اوفر 9 اكس سكويرد ايكوالز 5 زي ما هنا الاكس والاكس نزل بx x squared و x squared تنزل بx squared. قال طب عايزين نخلص من 5 over 9 عندك حل من اتنين يا تعمل divided يا تعمل multiply reciprocal. انا بحب اعمل multiply reciprocal يعني حط هنا 9 over 5 وحط الناحية التانية 9 over 5 عشان ال 9 ديت تكنسل مع ال 9 ديت وال 5 ديت تكنسل مع ال 5 دي يبقى x squared. لما بيكون عندي whole number زي ال 9 لما كان هنا عندي 9x equal 27 whole number بعمل divided whole number كان بيكون fraction مش هعمل divided fraction تاني هتبقى زحمة فبعمل multiply reciprocal اللي احنا بنسميها في اعدادي multiplicative inverse باللغة الدارجة بينا وبين بعض بنشقلب الفراكشن لو 5 over 9 نخليه 9 over 5 شمال ويمين زي ما عملت divided 9 هنا وdivided 9 هنا لازم شمال ويمين عشان ده equal طالما في equal يبقى في balance هنا في النص عندي في equal يبقى في balance اوكي قال طب وبعدين خلاص احنا كنسلنا ال 9 مع ال 9 وال 5 مع ال 5 يبقى اكس سكوير هنا ال 5 تتكنسل مع ال 5 يبقى 9 هاخد سكوير روت اوعى حد ينسى يحط البوستيف والنيجاتيف دي مهمه جدا 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 مهمه جدا البوستيف والنيجاتيف دي اوعى حد ينساها يبقى الاكس عندي ليها تو فاليوز يا اما بوستيف 3 او نيجاتيف 3 هقول له خلاص نرجع هنا في المكان ده هقول له يا مستر ياسر ان 1 ان 1 يا مستر انا عندي الاكس مره كانت بوستيف 3 ومره ثانيه الاكس كانت نيجاتيف 3 هقول له خلاص يبقى ال y هي عبارة عن 2 over 3 by 3 تتكنسل 3 مع 3 يبقى ال y equals 2 يبقى ال y ب 2 لما كانت ال x بكام؟ ب 3 يبقى ساعتها البوينت الأولانية هي عبارة عن 3 و 2 الناحية التانية ال y equal هعمل هنا substitution اللي هي 2 over 3 وال x ب negative 3 لما c تروح مع في بقى negative 1 by 2 ب negative 2 يبقى أنا عندي ال y ب negative 2 ال y ب negative 2 لما ال x ب negative 3 يبقى انت عندك هنا البوينت الثانيه نيجاتيف 3 مع نيجاتيف 2 هقول له يبقى السوليوشن ست احلى ست يا مستر تتعمل بريسز اهو والناحيه الثانيه نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 وكده يبقى احنا جبنا السوليوشن بتاعنا.